بشكل متواتر تثير أوساط إعلامية وخبراء أمنيون في الولايات المتحدة مخاطر التوغل العسكري الإيراني في منطقة شمال إفريقيا من خلال تزويد طهران المتزايد لميليشيات البوليزاريو المدعومة من الجزائر بطائرات مسيرة، وهو ما يشكل وفق هذه المصادر خطرا على المغرب وعلى المنطقة ككل، مع تذكير بتنبيه الدبلوماسية المغربية المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة بعواقب هذا التوغل العسكري الإيراني في المنطقة باستعمال سلاح الدرون. لتقريبنا أكثر من دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار بشمال إفريقيا، نستمع من الرباط لعبد الحق الصنايبي الخبير الاستراتيجي والأمني. أعتقد بأن تسليح إيران لميليشيات البوليزاريو الإرهابية بطائرات بدون طيار درون يشكل يعني صعيدا خطيرا يمس الأمن الإقليمي لشمال إفريقيا ويهدد بإدخال المنطقة، أعتقد في حالة من التوتر العسكري الخطير. فأعتقد بأن امتلاك البوليزاريو لهذه التقنية سيواكبه تواجد إيراني على الأرض، على اعتبار أن العناصر ديال ميليشيات البوليزاريو رغم أننا نعلم أن تتدربوا في قواعد وفي مقرات ديال الحرس الثوري الإيراني، إلا أنه ليست لهم تلك الكفاءة للتعامل مع الطائرة بدون طيار، وبالتالي ستكون هناك مواكبة تقنية، وبالتالي تواجد يعني عناصر من الحرس الثوري الإيراني يعني على الحدود المغربية. إيران تحاول جاهدة وبالتواطؤ بطبيعة الحال مع الجزائر نقل الحرب إلى الداخل المغربي، وبالتالي خلق حالة من التوحش الأمني لإحداث مناطق تابعة لها، وترى بأن الصحراء المغربية تفي بالغرض بالنظر إلى المكاسب الاستراتيجية التي يمكن الحصول عليها. بالنسبة للمغرب، هذا المعطى يشكل ليس فقط تهديدا للأمن القومي المغربي، ولكنه تهديد للأمن والسلم الدوليين. ولذلك نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المغرب حليف استراتيجي وقاعدة متقدمة لمواجهة التهديدات العسكرية التي تشكلها إيران بشكل خاص، وكذلك التهديدات الأمنية التي تشكلها التنظيمات الإرهابية. عبد الحق الصنايبي الخبير الاستراتيجي والأمني كان في حوار مع نور الدين الحوتي.